عمرك ما هتشوف العيش اللي متغرق في اللية ده ولا طاسة الكبدة والسجق الغرقانين في بحر ليا غير في المكان ده. فاحنا كل ما ننزل القاهرة لازم نيجي عند ابو كريم عشان ناكل من عنده احلى شوية كبدة وسجق. فيلا بينا. وابو كريم اقدم حد في مصر الجديدة في ميدان الجامع في هارون الرشيد، بيعمل كبدة وسجق من 50 سنة. هو اول حاجة بيعملها بيحط في الطاسة اللية، وبعد كده بيحط السجق يتحمر، وبعد كده بينزل بالكلاوي في الطاسة وبيقلب السجق والكلاوي مع اللية، وبينزل بقى بالكبدة المتقطعة شرايح في الطاسة مع الحاجات دي كلها، وبينزل بالفلفل المتقطع الحامي، وبعد كده بينزل بالبصل المتقطع جوليان ويقلب بقى الطاسه. وانا عايز اقول لكم ان الريحه كانت مجرمه بجد. وبيحط التوابل والملح وبيغرق العيش في الليه علشان الناس بتجيله مخصوص عشان العيش اللي في الليه دوت وطعم الكبده الجامد عنده. وطبعا الاكله دي ما تحلاش غير بكيس شيبسي. ده بقى اللي احنا جايين له مخصوص، العيش اللي متغرق في الليه، حته من السجق، حته من الكبده. دي بالنسبه لي مش اول مره اكل عند ابو كريم، يمكن اللي متابعني شاف ليا فيديوهين عند ابو كريم قبل كده، فالاكل عنده تحفه بجد ما فيهوش غلطه. واسعاره كمان حلوه، يعني سعر الربع المشكل ب 125 جنيه والربع بينزل لك معاه سلطه وطبق طحينه، ده غير طبعا اللي بينزل لك معاهم كمان عيش متغرق في الليه، وبينزل لك كمان العيش العادي. وابو كريم بيعمل كمان حواوشي، انا عامه ما بحبش الحواوشي الكهراوي، وبيعمل كمان كفته كان طعمها خطير قوي. وطبعا وانت بتاكل الاكله دي لازم لك كيس شيبسي وش. قلت اعمل ميكس كده ما بين حته كبده وحته سجق وحته كلاوي وحط عليهم بصل وهم غرقهم في الطحينه كده ونجرب، وانا عايز اقول لكم ان كان طعمها في حته تانيه بجد. نبلع بقى بشويه ميه السلطه اللي كانوا حرشين جدا وبس كده. انا ابو حميد، ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.